وصفتنا لليوم حلى بارد سريع، فعليا يسرسح على القلب، لازم تجربوه. بدأت بتغطيس البسكوت الشاي بالحليب البارد ونزلته على كامل الصينية. في خلاط الجك علبتين من القشطة، عليهم جبنة كيري، ظرف دريم ويب، ربع كوب حليب سائل وربع كوب حليب مكثف محلى، وخلطتهم. نزلت نص الكمية على البسكوت وفردتها بالملعقة، وباقي الكمية أضفت عليها شوكولاتة تويكس وخلطتهم ونزلتهم عليهم. زينتها بقطع من شوكولاتة التويكس ورشة من الكاكاو البودرة وقدمتها وبالعافية.